أكيد تمر، لنحكي أكثر عن الموضوع. معنا الدكتور فهمي المبيض، أخصائي هضمية وتنظير. أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا. سعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الفيروس، كيف تطور وكيف صار بالجهاز الهضمي برأيك؟ الحقيقة هي الدراسات الأولية حتى اللي صارت بوهان بالصين قالت أنه في نسبة 30% من الإصابات عم تكون هضمية. الحقيقة نحن اللي شفناه ببلدنا أنه تغيرت الأمور شوي. أول شيء كانت تنفسية بشكل أساسي، هلأ صار في ميل باتجاه الهضمية. في عنا هلأ بسوريا نموذجين، نحن نموذج مفصلي آلام معممة بالجسم، وفي النموذج الثاني هو النموذج الهضمي. هدول اللي عم نشوفهم أكثر شيء. تمام. فنحن نتمنى أنه تكون الإصابة الهضمية اللي موجودة ببلدنا حاليا هي إصابة خفيفة وأنه تشفى بسرعة. دكتور، هلأ حكينا أنه الجهاز الهضمي ممكن يصاب الشخص بالجهاز الهضمي بس بعدين بيحتاج لمنفسة وبعدين ترجع الأعراض على أول شيء الجهاز الهضمي، بعدين ممكن ترتفع حرارته، بعدين ممكن يحتاج يصير معه ضيق تنفس ويحتاج لمنفسة. خلينا نحكي عن هاي القصة. هلأ هي أساس الفكرة أنه هو هذا الفيروس بيحب الجهاز التنفسي، لما يوصل للبلعوم فبيحاول الجسم كدفاع عن نفسه يطرحه عن طريق الجهاز الهضمي. ووجد انه في بالجهاز الهضمي مستقبلات كمان مشابهه للمستقبلات الموجوده بالرئه تستطيع ان تستقبل الفيروس. الحموضه الموجوده في المعده يفترض انه تكون هي خط دفاع اول يقضي على الفيروس، يعني الجسم بيطرحه للهضم على اساس انه يتخلص منه. للاسف انه مو كل الناس عندهم هالمناعه الكافيه لتقدر تتخلص من الفيروس، فالفيروس بعد ما يروح على الجهاز الهضمي الحقيقه عم يروح على الجهاز التنفسي. وبالدراسات العالميه وجد انه اللي عنده اصابه هضميه عم تكون الامور أسوأ. الحقيقه بالواقع اللي عندنا هون ما شفنا انه الامور عم تكون أسوأ، يعني يا بتكون الامور مثل ما هي تمام يعني ما زادت، او حتى عم نشوفها اقل. نحن نتمنى انه الفيروس تطور او تحور بطريقه يكون الطف من الشيء اللي عم نسمعه بالدراسات العالميه. بكل الحالات لازم ننوه بالبدايه انه كل المعلومات المعروفه عن فيروس كورونا هي معلومات حديثه ودراسات حديثه، ولا تعني بالضروره انه شيء قطعي، لانه الفيروس جديد ومو معروف عنه كثير، واللي بنسمعه اليوم ممكن يتغير بكره. كنا نسمع انه بيضل عالق بالملابس مثلا 4-5 ايام، تبين انه بيعلق بالملابس فقط ربع ساعه، ففرق معنا كثير. كان يقولوا انه ما بينتشر عن طريق الهواء، الحقيقه لا، بينتشر عن طريق الهواء، عن طريق جو مثلا غرفه مغلقه، ممكن واحد عطس او من التنفس الطبيعي تبعه انه يضل جو الغرفه محافظ عليه. كان يقولوا انه لا ينتشر، الحقيقه لا، بينتشر حاليا. فلذلك مو كل معلومه سمعناها هي معلومه قطعيه، ممكن تتغير لانه المعروف عن الفيروس اقل بكثير. هلا في شغله بحب احكي عنها كونه بدينا بالموضوع وكونه كثير ذات اهميه عند الناس، انه الدواء اللي بسموه حمايه للمعده الناس اللي هو الاوميبرازول ومشتقاته اللي اخره زول اكثريتهم، هذا الدواء بيزيد نسبه كورونا لانه بيقلل نسبه الحموضه، وبالتالي الدفاع خط الدفاع الاول بالنسبه للجهاز الهضمي ضعف. لذلك نصيحه الاستغناء عنه، ممكن نستعمل بدل منه دواء ثاني اسمه العلمي رانيتيدين، فهو ألطف في تخفيف نسبة الحموضة وبيحل مشكلة الحموضة، ولكن بنفس الوقت بيكون ألطف بالنسبة لكورونا، يعني ما بيسمح لكورونا ياخذ راحته. ضعف المناعة دكتور، خلينا نحكي شوي بما انه بلشنا ما حكينا كثير عن اهم نقطة اللي هي مثلا في اعراض دائما متشابهة بين كورونا وامراض اخرى، وخاصة بما يتعلق ان كان زكام او اعراض هضمية، يعني مثلا بيعاني من اسهال، من اقياء، من الم في المعدة. كثير من الناس عم تحاول انه اي عرض عم بيكون ما عم تعتبره كورونا حتى يثبت العكس. خلينا نقول كيف فينا نفرق الكورونا لكن عن الأعراض الأخرى السلبية اللي بتصيب الجهاز الهضمي؟ هل في فترة محددة مثلا مثل ما متوقع مثل الزكام مثلا بعد 5 أيام طاب الواحد خلص أنه ما هذا رشح ما هو كورونا؟ الحقيقة حتى كورونا عند الناس اللي مناعتهم جيدة ممكن يطيب بسرعة. لذلك التفريق الوحيد هو عن طريق المسحة الأنفية، وهذا الشيء شبه مستحيل تقريبا. يعني العالم ما فيها كثير كلهم يعملون؟ لا طبعا، يفضل انه ما ينعمل للكل، بس الافضل من الناحيه العقلانيه انه نعتبر كل حاله هي كورونا. شو الفرق؟ العلاج نفسه ما بيتغير شيء. يعني انا بالاساس شو بعالج؟ الجريب بعالجه مسكنات وخفضات الحراره، ما له دواء.
حتى دواء الالتهاب او الانتي بايوتيك ممنوع ينعطى بالحالات الفيروسيه. لذلك ما في مشكله اذا نحن اعتبرناه انه كورونا. بتاكل بتعتمد على الثوم بهي المرحله لتطهير الجهاز او المعده مثل ما بيقولوا، صح هذا الحكي؟ هذا علميا مو مثبت. يعني كل شيء علاجات عشبيه او نباتيه علميا مثبت. لو فعلا كانت صحيحه ما كان انتشر هالانتشار، لانه الثوم متوفر بكل انحاء العالم. في اجتهادات كثير بياخذوها الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وانا اتوقع انه 99% منها غير صحيح. نحن المناعه الحقيقيه تبع جسمنا هي الراحه، النوم الجيد، شرب السوائل بكميه كافيه، تناول الطعام الصحي، الحاله النفسيه الجيده، هي هي المناعه الجيده. بس في ناس شو ما عملوا عندهم نقص بالمناعه، ضعف يمكن. طب شو هي الحميه الغذائيه دكتور للجهاز الهضمي اذا كان حدا عم بيعاني من هالاعراض؟ هي نفس حميه الاسهال المتبعه عاده. بطاطا ولبن؟ نحن الحقيقه بنميل دائما بالنسبه لحالات الاسهال والاقياء انه نبعد الشخص عن الاكل قدر الامكان، يعتمد اكثر على السوائل، لانه نحن عندنا مشكله بضياع السوائل بسبب الاسهال والاقياء، فنحن بس بنعوض له السوائل بشكل اساسي. اما بالنسبه للاكل العادي هو بطبيعته بيكون شهيته قليله، سواء كان الفيروس العادي او فيروس كورونا، النتيجه واحده، تقليل الشهيه قليله، فبالتالي نحن ما نجبره على تناول الطعام. الاميال انه يميل ليشرب سوائل اكثر شيء، وخصوصي الماء. حتى مضادات الاسهال يفضل انه ما نكترها كثير، لانه بطبيعه فكره الاسهال هو طرح الفيروس عن طريق البراز، فتخلص منه، ما بدنا يضل نحن محبوس بالجسم. تمام دكتور، في كثير من الدراسات هلا جديده عم تحكي انه فينا نفرق بين مرض فيروس كورونا بالجهاز الهضمي مع امراض المعده والامعاء، انه هو الفرق الوحيد بتكون درجه الحراره، انه درجه الحراره بفيروس كورونا عم تصير بس 40، اما بامراض الامعاء والمعده عم تكون 38 ونص. خلينا نحكي عن هي الدراسه وشو رايك بهالكلام. هلا نحن عندنا حالات التهابات امعاء كثيره، في ارتفاع حراره كمان. تمام، فهو مو فرق قطعي. يعني بنرجع للفكره الاساسيه، خلينا نعتبره كورونا. ليش بدنا نعتبره كورونا؟ خلينا نعزله. يعني العزل هون الاساس، يعني هذا الشخص بلا ما ينشر المرض اكثر خليه ينعزل بغرفه لوحده، خليه يعتبر الحاله الاخطر او الأسوأ. نحن بنعتمد بالطب على شيء اسمه الاحوط. تمام، الشيء الاحوط افضلنا، خليه ينعزل ياكل ويشرب ويقعد باوضته بلا ما يروح على شغله. فاذا كان في احتمال كورونا بلا ما يزيد الاعراض اول ما ترتفع حرارته فورا يعزل حاله، ولا شو هي الاعراض الثانيه اللي بحس فيها المصاب انه لازم خلص يعزل حاله ويعمل حجر صحي عن حاله وعن عائلته؟ هلا اول 3 ايام اصلا بكورونا ما في حراره. تمام، فنحن هلا براينا انه كل حاله مشاكل هضميه، مشاكل تنفسيه نعتبرها كورونا وخليه يعزل حاله حتى لو ما في حراره، ما في مشكله. فالعزل هون افضل، وضع الكمامة، عدم دخول الناس والاحتكاك معه، التعامل معه على أساس أنه مصاب، ولو كان ماله مصاب بهالحالة ما رح نخسر شيء. أما العكس لو كان اعتبرناه أنه ماله مصاب وطلع مصاب، هون المشكلة أكيد. يعني خلال 3-4 أيام بتبين عنده الأعراض وبتبين إذا فيروس كورونا ولا شو وضعه. في ناس عندها كورونا خفيفة بيجي كتير، وخصوصي الأطفال ومناعتهم جيدة، يعني ما بتطول عندهم الأمور كتيرة. هلا مثلا بالنسبه للاضطرابات الهضميه اللي نحن هلا بدنا نحكي عليها بالذات، هي اصلا ممكن ما تقعد يومين او ثلاثه، واحيانا يوم واحد. حسب مناعه كل جسم يمكن دكتور، حكينا عنه كثير. حسب رده فعل كل الجسم. شخص عنده اعراض مختلفه تكون عن الاخر، وقلنا انه الفيروس عم بيهاجم نقاط الضعف دائما بالجسم، لكن خلينا نحكي شوي، هل اعراض الجهاز الهضمي عم تصيب كل الاعمار وعم تكون يعني حتى نحن بنعرف انه حتى الاطفال صار بدراسه حديثه غير مستثنيين من الاصابه بكورونا؟ فخلينا نحكي عن هذا. هن الصغار يفترض تكون مناعتهم افضل، وبالتالي اصابه عندهم اخف، اما هن غير محميين لانه الفيروس اذا دخل بكل الحالات. وبدنا ننوه لنقطه اساسيه انه الفيروس لما يدخل بكميات قليله بيكون ضرره اقل، يعني الشخص اللامبالي تماما بدون كمامه ابدا وبدون كفوف وبدون شو بيحتك بالناس ولا سائل على شيء ابدا، هذا ممكن ياخذ حمل فيروسي اكبر، وبالتالي قد تكون اعراضه اخطر. فحتى وقت بيخطأ الإنسان وشي مرة قامل كمامة، يعني هون بتكون الأمور أقل سوءا. فلذلك الوقاية والابتعاد عن الناس عن بعض، التباعد الاجتماعي كتير كتير موضوع أساسي. تمام، والأعمار كلها بتنصاب سواء كان اضطرابات هضمية أو غير هضمية.
بس حصول الاختلاطات والأضرار راح تكون مع كبار السن، مع الناس اللي بتاخذ كورتيزون، مع مرضى السكري، مع مرضى السرطانات، هدول بتكون الاختلاطات عندهم أشد، هون ممكن يوصلوا لمرحلة الجهاز التنفس الاصطناعي وفي نسبة وفيات أكبر. أكيد. دكتور خلينا نحكي عن الوقاية. الوقاية هي طبعا هي حجر الأساس. الوقاية يعني ابتعاد اجتماعي، يعني كمامة، يعني كفوف. وننتبه لنقطة أساسية، أنه أنا يعني ممكن يكون موجود الفيروس طبعا ما بيقدر يعيش إلا مع إنسان، لحاله بيموت، بس في فترة بين ما يموت ممكن نحن نقله لبعض. يعني الناس اللي بتمسك شو ما كان، بتعمل شو ما كان، بتشرب بنفس الكاسة، بتستعمل نفس البشكير، هدول عرضناهم أكثر. بشكيرك لحالك، كاستك لحالك، قطعا لازم كاستك لحالك، حتى لو انا ليفتها بالصابون، لانه ممكن تليف الصابون ما يكفي لحاله، بدها تكون درجه حراره فوق 60. فانا بالبيت حتى برايي كل شخص يكون له كاسته نفسها، بليفها وبيجليها وبيعمل اللي بده اياه، بس بتضل نفس الكاسه والبشكير مستقل. فخلي نوع من العزله، نعود حالنا على هي الطريقه خلال هالفتره على الاقل، يكون في عزله شبه تامه يعني، وما في داعي للمصافحه، ما في داعي للعلاقات الاجتماعيه، مثلا الناس اللي بتبوس بعضها لما يشوفوا بعض كمان هذا فوت بتاتا. ووضع الكمامه مو مثل ما بيقولوا الناس انه بيضيق النفس، هذا حاله نفسيه لا اكثر ولا اقل، لانه مستحيل تمنع النفس. ليش في ناس ما بتضيق له النفس؟ هي حاله نفسيه. وخليه يضيق نفسنا بالكمامه احسن ما يضيق نفسنا بجهاز التنفس الاصطناعي فيما بعد، اكيد رح يكون الامور. وفي شباب وفي ناس ظاهرون جيد وصحتهم جيدة، ولكن وصلوا لجهاز تنفس اصطناعي في وفيات صارت. طيب دكتور، هلا بهالفترة كل العالم بتنصح بعضها بالزنك، فيتامينات معينة بالأسبوع ياخذوها مرة أو مرتين، حب ما بعرف، شو رأيك أنت بهالكلام، بهالوصفات اللي عم نعطيها لبعض؟ هلا الشيء اللي ما بيضر ما في مانع من استخدامه، الزنك والفيتامين سي، فيتامين د، في دواء التهاب اسمه العلمي أزيترومايسين، ما في مانع إذا أخذنا، لأنه أصلا ما في منه ضرر، فما في مانع من أخذهم، ووزارة الصحة نصحت فيهم. هن بيحلوا مشكلة أو لا، مو هون هلأ مشكلتنا، مشكلتنا أنه بيضروا أو لا. إذا ما بيضروا خلينا نأخذهم، في قابل يكون بيفيدوا، يعني في قابل يكونوا بيفيدوا. دكتور يمكن شو خلينا نحكي هيك بالختام، شو هي الأعراض الشائعة اللي عم تتهلأ عم تشوفها عم تشاهدها بالجهاز الهضمي، وخاصة بما قلنا أنه هلأ صار الفيروس عم بيهاجم أكثر شيء الجهاز الهضمي؟ أول شيء قلة الشهية، ثانيا غياب حاسة التذوق والشم، الإسهال، الغثيان والإقياء، هدول هن الأعراض حسب ترتيب الأهمية يعني. يعني كتير كتير شائع موضوع غياب التذوق والشم بشكل كبير، وصراحة عم بيطولوا لحتى يروحوا، عم بيطولوا. نعم، نحن نتشكرك دكتور على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله بنتمنى السلامة والصحة لكل مين طبعا عم بيتابعنا. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا دكتور لوجودك معنا.